الانتخابات خاصة البلدية القرية دي مستحقة الناس صادقين والناس يغيروا البلاد دي، خطر عندها 60 سنة بريسك نفس الوضعية ونفس نفس الحالة. لذلك حبينا احنا معناها بعض من المعتصمين اللي خاصة في 17 يترشحوا للانتخابات هذه في الجبهة، خاطر بالحق حابين نغيروا البلاد هذه. في الحراك الاجتماعي خذنا برشا مثال الاعتصام، الضرب جوع، المسيرة كانت مرحلة كبيرة وضحينا فيها برشا، خاصة في فتحة محمد علي 12 يوم هذوكم، يعني متأكدة مش ننساهم طول حياتي، معناتها خاطر بالحق عشنا فيهم الموت وضحينا فيهم برشا. حراك ذيك حرب أخرى اللي هي حقي في التشغيل في البلاد هذه باش نعيش بكرامتي وأنه نحقق استقلاليتي كامرأة وكمواطنة في البلاد هذه. أنا قررت أني نخرج للشارع ونطالب بحقي في إطار الحراك الاجتماعي هذا، ما كانش هكاكة، يعني قلقت خرج عندي حق في البلاد هذه، عندي حق دستوري يلزمني نخدم، يلزمني نطالب بحقي، وطريقة أخرى نشجع غيري أنه يخرج ويطالب بحقه في أهل البلاد هذه. نحنا ما انصفتناش الحكومات المتعاقبة، دونك يلزمنا نطالبوا بحقنا بالطرق النضالية السلمية الكل. نحنا شباب ناشط معناتها وفاعل وقادرين نغيروا السلطة هذه، يعني قد ما باش نناضل يعني ما مفكيناش منها حتى شيء، ما عطتنا حتى شيء. دونك اليوم الشكل النضال الجديد اللي هو بالانتخابات اليوم باش يفكوا، اليوم نحن السلطة باش نفكوها بيدينا، باش يولي الحكم المحلي بيدينا. في إطار حزب وخاصة في انتخابات بلدية معناتها تخدم على وعي، معناتها وعي العباد، وعي الناس، راك تحكي مع عباد معناتها مش قارية، تحكي مع عباد ما تتبعش السياسة، تحكي مع عباد لازم تفسر لها، مش تفسر لها الوضع. توا في إطار معناتها حراك اجتماعي أنت صاحب حق، صاحب شهادة عليا باش تطلب الحكومة تتفاوض معها لين تلقى حل، ماكش باش تأيس معناها بطرق النضال الكل. بينما في الانتخابات البلدية راك باش تحكي مع الكبير، مع الصغير، مع المثقف، مع معناتها مع الماهوش مثقف، مع الشباب، مع السياسي، مع الماهوش سياسي، معناتها باش تحكي وباش تفسر أصعب برشا. النقطة المضيئة والمشعة هم البنات، هذا قبل ذكوري نسبة 100%، حتى التنظيمات كان سرية ولا علنية كلها ذكورية. توا رزمون معناها بنات مثقفات وديبوي وعصريات يعرفوا يحكوا يمشوا وقت تليبرتي نجم تمشي لك تونس، نجم تعتصم لك شهر، ما يستفزهمش، حتى كي يستفزوهم ما يردوش. هاو كنت تسمع توا جواري جبهه شعبيه، والله بنيات كم مزيانين، كل واحد يرى عائله من منظور، انا مره عايش من منظور هذاك. تعرفوا بهالهم؟ ندخل؟ شفنا حد؟ سمعتش بالاضراب في المعتمدين وبالاضراب في البطح والمسيره؟ انا كنت فيه، فهمتني؟ وقت اللي لقيت السلطه هذيه ماهيش حابه تغير، راه راهم معاقبيننا بالذمه، راه فهمتني؟ ايش اللي حاسبتي للمجلس البلدي؟ تحاسب حق، ايش اللي حاسبني؟ تعطيني نخدم، تعطي الخدم مش يعطوها الخدم، تاكد تقول لك الاداره المركزيه برا لتونس. لا انا ما نجيش نمشي حتى للمجلس. ما فهمك حاجه، راه البلدي ولا حكم محلي، راه الحكم يا اختي يعطيك الخدمه، هو الحكم محلي هكا هكا. هي مش كون بالنسبة للمواطنين ما في بالهمش اللي البلدية هي حكم محلي، خاصة بعد ظهور الوجوه القديمة اللي سرقت واللي نابت واللي عملت مبادلها معناتها في البلاد، ما يعرفوش معناتها حكم تشاركي وحكم محلي. وقت اللي يجوا يحكوا مثال البلدية على البطالة، يحكوا لي على البطالة يا أخي، وقت حتى ما بكري تسمع معناتها قلنا لهم حاسبوا، حتى اللي شد الحكم المحلي حاسبوا ضروري ان المواطن اليوم يفك الحكم المحلي باش يعني الحبل السره كما يقولوا على المركزيه يتسيب، فهمتني؟ ما عادوش الناس اللي سرقونا قبل وعاقبونا، يعني سنين بالحق عاقبونا، اليوم باش الحبل هذاك يتفك لازمنا نفكوا الحكم المحلي.
من بين البرامج اللي ندافعوا عليها هي روضة حكومية اللي هي باش تكون المرأة تنجم تخلي صغيرها على الأقل متهنية عليه نهار كامل بسوم رمزي إذا ما كانش مجاني. أنا صغيرة ما مشيت لهاش الروضة، ما في منطقة ريفية يعني بعيد على كل شيء. تحرمت منه إن شاء الله باش نعطيه للناس وباش نعوض الأجيال اللي جاية بعدي، باش نعوضها على اللي ما وصلتلوش أنا وما تمتعتش بيه إن شاء الله. إحنا عندنا معركة، العركة هذه باش نعطيها جهدي كامل، فما حد ولا ما فماش، نحن باش نخوضوها للآخر ونعطوا أقصى ما عندنا معناتها، دونك باش نواصلوها للآخر نفس معناتها ونحاولوا نفكوا، خاطر هذه معركة لازمنا نربحوها.